Yeah.
عنب طالع وريحة البحر هلا بيت صغنن فوق جزيرة لوحدنا والعنب طالع وريحة البحر هلا حلم ولا حقيقة في عندنا المهم نكون سوا وكل دو على الله وسوي نغمض ويلا نلقى حتى الظلمة بنبيت وسوي نغمض ويلا نلقى حتى الظلمة بنبيت تفضل. مرسي يا استاذ عادل. لو سمحت حضرتك عايز الاوضه مده تانية؟ ليه؟ الاسبوع اللي سبتك حجزته خلص خلاص. لا متشكر، مضطرين نسافر. تحت امرك.